نبأ مجاهد الحلبي من شبكة شام الإخبارية، يعني أين سقطت البراميل المتفجرة في حلب وما حجم الخسائر الموثقة هذا اليوم؟ جديد في مدينة حلب سوى براميل الموت التي يخلفها الطيران المروحي عبر إلقاء البراميل على عدد من الأحياء المحررة في مدينة حلب والريف الحلبي المحرر أيضا، حيث بدأ برنامج القصف البراميل المتفجرة على الحلب اليوم في القصف على حي الفقي وعشرات الإصابات إلى المشافي الميدانية مع سقوط عشرات الشهداء ونداءات كانت تتوجه من حي المرج من أجل المساعدة في إخلاء الضحايا من تحت الأنقاض في هذا الحي الذي تعرض مرتين للقصف بالبراميل المتفجرة في الصباح وقبل حوالي ساعتين أيضا تعرض لمرة أخرى لهذا القصف، كما تعرضت كل من حي الحذارية وحي الصالحين وحي السكري وبستان القصر، كما قصفت أيضا المناطق في الريف الحلبي كل من مدينة عنادان و قبر الإنجليز ومدينة عزاز سقط فيها ما يقارب عن 20 شهيد جراء القصف بالبراميل المتفجرة على هذه المدينة، وناهيكم عن أعداد الشهداء، ناهيكم عن أعداد الجرحى الذين أيضا تضرروا نتيجة القصف. عدد الشهداء وصل خلال هذا العملية التي يشنها قوات النظام منذ حوالي الأسبوع إلى ما يقارب إلى 400 شهيد مدني، بين هؤلاء 68 طفل جلهم من المدنيين عفوا. نعم، القصف الذي كنت تحدثت عنه وطال اليوم دوار المرجى، يعني ماذا يستهدف النظام هناك؟ هل هناك تواجد لعناصر الجيش الحر؟ طبعا النظام يحاول من خلال هذا القصف هو استهداف التجمعات المدنية ويقوم بقصف الأسواق والتجمعات المدنية وقصف المدارس من أجل إرهاب وإرهاب الناس. في هذا القصف خلال هذا الأسبوع لم يسقط سوى شهيد واحد من الجيش الحر وهو استشهد نتيجة الاشتباكات في حي النقارين. أغلب الذين سقطوا هم من الأحياء المدنيين في الأحياء المحررة من قبل المدنيين الذين سقطوا في هذه الأحياء. قوات النظام تحاول إثارة الرعب في بين صفوف المدنيين وتحاول ضرب الأماكن التي يتواجد فيها المدنيين. لا يوجد كما يدعي قوات النظام مقرات للجيش الحر، أغلب المناطق التي تقصف فيها مناطق مكتظة بالمدنيين. نعم أبو مجاهد، لو تطلعنا أيضا عن جهود ومحاولات الثوار لاقتحام سجن حلب المركزي، إلى أين وصلت حتى الآن؟ نعم، الجيش الحر يقوم بالرد على هذه الإجرام الذي يقوم به عصابات الأسد، فقد قام بعد أن انتهى من تحرير مبنى السجن عفوا من تحرير مشفى الكندي تحول إلى نقل المعركة إلى السجن المركزي في محاولة منه للسيطرة عليه بشكل كامل، كما اليوم دارت اشتباكات عنيفة في جبهة النقيرين وسمع ذوي انفجارات في المنطقة، كما أيضا جرت اشتباكات في جبهة جندلي وفي محاولة كانت هنالك محاولة لقوات النظام التقدم في تلك المنطقة، ولكن الجيش الحر والحمد لله استطاع صد هذه المحاولة لقوات النظام، كما أن تجمع فاستقم كما أمر حاول يعني نشر عدد من الصواريخ والمضادات الأرضية التي تتوفر لديه في بعض الأحياء المحررة في محاولة منه لمنع أو إبعاد الطيران من تحقيق إصابات أو أهدافها التي ترمي إليها. أبو مجاهد الحلبي من شبكة شمال إخبارية، شكرا جزيلا لك.